حياكم بالزبده، معكم خالد، واليوم راح اتكلم عن 5 أشياء اكرهها بالابل ووتش. في فيديو سويته قبل سنه اللي هو 5 أشياء احبها في الابل ووتش، وهذا فيديو اكثر فيديو عندي شاف بالقناه. ووقتها قلت لكم راح اسوي 5 أشياء اكرهها بالابل ووتش، حزتها صورت الفيديو ومنتجته لكن ما عجبني وما حطيته بالقناة. قبل أدش على الـ5 أشياء هذه، أبيك أول شيء تسوي اشتراك أو سبسكرايب بالقناة هذه تحت بالدقمة الحمراء في قناة الزبدة علشان تستفيد من الأشياء هذه. شوف ريفيوات وفيديوهات وايد مهمة على قناتي الزبدة، فشاركنا وكن معاي بالقناة عشان ما تطوفك الفيديوهات هذه. رقم 1، الشاحن الأبل ووتش. يشحن بطريقة جدا سهلة في مغناطيس، لما تحط الساعة عليه راح الساعة تلصق بالشاحن بروحها مثل ما تشوفون وراح تشحن. لكن في مشكلة، هذا الشاحن، الشاحن هذا سعره بروح الواير 12 دينار، يعني هذه القطعة المغناطيسية مع الواير هذا 12 دينار. انزين خالد، انت عندك واير ويعطونك اياه مع الساعة، فش المشكلة الحين؟ الشاحن انا مخليه في قطعة مثل هذه بالبيت يم الفراش، ابني البيت اشيل الساعة واحطها على الشاحن، وهذا الشيء يخليني دائما انساه. فلما اسافر اخذ معي شحن التليفون، شحن اللابتوب، شحن الباور بانك، وهذا الشحن دائما انسى وما اخذ معي اوقات السفر. اخذ معي الساعة، بشتري كيبل ب 12 دينار بس عشان اشحن ساعتي، بالنهاية ما أشحن ساعتي ولا أستخدمها أثناء السفر. رقم 2، الأبل ووتش مسوينها حق الناس اللي يحبون يسوون رياضة وصحيين ويسوون تراكينج حق الرياضة مالتهم. الفتنس أب اللي موجود فيه أكتيفيتيز معينة مثل الركض، المشي، السايكلينج، لكن حق الناس اللي يسوون يوغا أو الرياضات المختلفة ما في حقها أوبشن، وهذا الشيء حسسني أن أبل مو ماخذين الرياضة بجدية بهالساعة هذه. رقم 3، وهي ربطة السيليكون من أبل. ربطة السيليكون هذه تي مع أكثر الساعات اللي يبيعونها أبل، وأشوفها جدا جدا غير مريحة، مع أنها جودتها وايد حلوة ومصنعيتها متينة لكنها غير مريحة. كنت شاريها حق الرياضة وحطيتها داخل الدرج وشفت نفسي ما استعملها أبدا، والمشكلة أن حتى لما يسوون ألوان جديدة يسوونها من السيليكون. رقم 4، وهي الأبليكيشنز اللي موجودة في الساعة. أفشل أبليكيشنز شفتهم في حياتي، بطيئين، ما يشتغلون عدل، ما منهم فايدة. وايد أسهل أنك تبطل التليفون وتشوف من الأبليكيشن الأصلي بدل ما تبطلها بالساعة. رقم 5، وهو السبب الأخير اللي يخليني أكره ساعة الأبل، وهو قلة الواتش فيسز وقلة الكستمايزيشن حق الواتش فيسز. أقدر أحط صورة من الجاليري مثلا، لكن ما عندي القدرة أن أسوي لي موشن واتش فيس أو شيء يتحرك. بحط شغلات معينة بالواتش فيس، بسوي ديزايني أنا، فالواتش فيسز أحسها محدودة. صدق أوكي، أنا في واتش فيسز حلوة وفي ميكي ماوس وفيها سوالف، هذه توي ستوري ما كان لها داعي. وهذه كانت 5 أشياء أكرهها في ساعة أبل. صدق أنها هي أشياء أكرهها في ساعة أبل، لكن مو كافية أنها تخليني ما أشتريها وما أستعملها يوميا. ساعتي الأبل أستخدمها بشكل كبير كساعة، أشوف التاريخ، أشوف الساعة، أشوف النوتيفيكيشنز وفقط. ففي ناس مثلا يحبون يشترون ساعات غالية، وفي ناس يحبون يشترون مثلا كاسيو والجي شوك، الساعات اللي تعمر معاهم. وبكل صراحة هذه ساعة أبل الإصدار الأول، وشفتها أنها طولت معايها 3 سنين بشكل وايد حلو. ليست أذكى ساعة بالسوق، لكنها الساعة اللي تضل معاي، يتغير تليفوني لكن الساعة تضل نفسها ما تتغير. إذا عجبك هذا الفيديو وتبي تشوف فيديوهات ثانية 5 أشياء أكرهها أو 5 أشياء أحبها في شيء معين، اكتب تحت بالكومنتس شنو ودك تشوف عن المنتجات الإلكترونية اللي موجودة بالسوق، وسو سبسكرايب. لا تنسى سوي سبسكرايب، قاعد أفكر أسوي 5 أشياء أحبها وأكرهها بالآيفون 10، فسو سبسكرايب حق الفيديو الجاي إن شاء الله علشان لا يطوفك. وإذا تبي تشوف فيديوهات زيادة من الزبدة، شوف الفيديوهات اللي هني حاطين لك إياهم، تسوي سبسكرايب هني، والفيديوهات هذيلا اللي هني الاثنين، وحياكم بالزبدة.